بنعود لحضراتكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بيكم كل مشاهدي الكرام. بعد عودة الحياة مرة أخرى لطبيعتها يعني بشكل تدريجي، وبعد ما بدأنا نفتح شوية في آليات التواصل ما بيننا، صحيح احنا برضو المفروض ان احنا نحافظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، ولكن الأمور أصبحت فيها أخذ وعطاء أكتر بكتير من فترات العزل الكامل اللي احنا كنا معايشينها والعالم كله كان معايشها. بعد يعني هذه المرحلة، الآن لابد نحن نتطلع للملف السياحي اللي هو كان بيدخل دخل كبير جدا لمصر. أخباره إيه؟ وخصوصا السياحة المتعلقة بالبيئة، وإزاي إن إحنا نجعل البيئة بتاعتنا جاذبة للسياحة وآمنة بالنسبة للسائح، بحيث إن هو ما يحسش أو إن هو ما يخافش على نفسه من انتقال عدوى. وطبعا حضرتكوا عارفين دلوقتي ان الموضوع العدوى ده بقى شكل او بقى حاجه بتؤرق كل الناس، احنا ازاي نقدر ان احنا نفتح الملف ده ونشتغل عليه مره اخرى وندي انطباع امن جدا للسائح ان اهلا وسهلا بيك في مصر، لدينا ملف سياحي رائع ومبهج، ولدينا ايضا اجراءات احترازيه امنه جدا تكفل لحضرتك ولاسرتك ايضا كمان يعني الاقامه بامان دون التخوف من اي شيء. ملفات كتيرة هنفتحها في هذا الصدد مع ضيفنا الكريم أستاذ أحمد رفعت المتخصص في السياحة البيئية. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا، شرفتنا يا فندم. وملف السياحة ده الحقيقة يعني كلنا منتفعين بيه، مش بس اللي بيشتغلوا في السياحة، أنا وحضرتك والسادة المشاهدين، هذا الملف بيعم دخل قومي كبير جدا. مبدئيا السياحة دلوقتي نقدر نرصدها ازاي؟ هل بدأ توافد سياح ولا لسه الأمور برضو ما عادتش لطبيعتها؟ أكيد طبعا الأمور لسه ما عادتش لطبيعتها، بس حضرتك دايما احنا كمصريين لما بنحس بحاجة زي كده بنلاقي في زيادة في العدد بتاع السياحة الداخلية، يعني في الناس طبعا بعد الفترة اللي هي بتاعت الكورونا والحظر وكده، الناس بدأت انها عايزة تطلع وتشم هوا وتشوف الدنيا، تمام؟ وخصوصا ان السياحة طبعا الحاجة المتعلقة بالسياحة البيئية، ان الناس يعني بنبعد عن جو الزحام، بنبعد عن جو الجو ده في اماكن مفتوحة، سواء اماكن جبلية او صحراوية او بحرية، تمام؟ ماشي. بس لحد ما يعني الدنيا يعني بتبدا انها تتحرك يعني، بس طبعا عشان احنا الحمد لله مصر موضوع الكورونا ده عندنا تم تحجيمه، يعني مش زي دول اوروبا او باقي الدول، فاللي هي السياحه بالنسبه لهم المشكله في بره مش المشكله عندنا طبعا، في توافد السياحه على مصر، تمام؟ نعم تمام. طيب احنا لو جينا بقى كده فتحنا بقى يعني الحديث عن السياحة والمناطق السياحية في مصر والمقاصد السياحية وخصوصا السياحة البيئية، نقدر نقول يعني ايه أبرز المناطق اللي احنا ممكن حتى لو هنعمل دعاية للسياحة البيئية المصرية؟ تمام. هي السياحة البيئية المفروض الجزء ده من السياحة ما كانش يعني ما حدش سلط عليه الضوء. احنا عندنا في مصر السياحة الشاطئية دي الحاجة الوحيدة اللي احنا يعني مشهورة عندنا في مصر، ان انا مثلا اروح شرم الشيخ، اروح اسكندرية، اروح مرسى مطروح، لكن ما بزورش المقاصد بتاعت السياحة البيئية اللي هي يعتبر 15% من مساحة مصر. احنا عندنا في مصر 30 محمية طبيعية، نعم تمام. جوه القاهرة نفسها في 2 محمية طبيعية، في الجيزة في محمية واحدة طبيعية، تمام. يعني المحميات اللي هي في القاهرة محدش يعرف عنها شيء إلا الناس اللي هي المستكشفين أو اللي هم يعني غاويين، هم ماشي أو هايكنج عجل الكلام ده. يعني في مثلا محمية وادي دجلة في المعادي، محمية دي 13 كيلو وفيها تنوع بيولوجي، فيها يعني مثلا فيها انواع نباتات، تم رصد حوالي 60 نوع نباتات نادر هناك. المحميه دي كانت جزء من حوض النيل من ملايين السنين. المحميه دي المفروض فيها برضو انواع من الحيوانات النادره، تمام. طبعا ده يعني ما فيش ناس كتير تعرف ان المكان ده موجود في مصر او في محميه زي كده ان انا اقدر اتحرك فيها واعمل، ممكن اقعد اعمل كامب اشوي الكلام ده. في
في مثلا محمية الغابة المتحجرة في التجمع الخامس. المحمية دي فيها محمية دي مش موجود فيها يعني غابة متحجرة، فيها يعني نباتات متحجرة مش موجود زيها في أي حتة في العالم. تمام، دي مساحتها 7 كيلو. تمام، ووزارة البيئة مهتمة جدا بيها، يعني إن أنا أدخل محمية بلاقي إرشادات وأسهم وقعدات إن أنا أقدر إن أنا أتجول في المحمية وأعرف بمعنى إيه اللي ايه غابة فيها. متحجرة؟ يعني يعني دي يعني زي مثلا زي آثار مثلا، زي آثار مثلا الديناصورات، دي آثار غابات كانت موجودة في أزمنة سحيقة. تمام، نفس الكلام وادي دجلة نفس الكلام. طب ماشي، انا لما هروح حاجه زي دي انا مش متخصص تمام. استاذ احمد، ومحتاجه ان انا لما اشوف افهم ده ايه. انا ممكن اكون شايفه قدامي مثلا تكوين صخري بس تمام انا مش فاهمه ده ايه. تمام ايه اللي ممكن يعني يخليني استمتع اكتر؟ لازم يكون تمام معايا حد يرشدني ولا؟ لا مش ضروري. يعني مثلا وزارة البيئة اطلقت من اول اكتوبر حملة اسمها ايكو ايجيبت، دي بتعرف الناس بالسياحة البيئية في مصر. تمام، دي طبعا السياحة البيئية دي لو يعني تم الاهتمام بيها زي ما بدأ يتم الاهتمام بيها هتبقى مصدر قومي للبلد، مصدر دخل قومي. طبعا يعني في ناس سياح من بيجوا من بره بيبقوا عارفين معلومة كاملة عن المكان ده عن طريق ان هو بيقرأ او بيشوف فيديوهات. يبقوا عارفين تمام اكتر مننا الحقيقة. بالظبط، احنا حتى في مبادرة احنا كشباب في مجال السياحة البيئية اطلقناها ان احنا الاماكن اللي هي الغير معروفة دي محتاجين 1% من الشعب المصري اللي هو 1 مليون فرد بس ان هو يروح الاماكن دي يزورها ويتصور فيها. الدولة عملت دور انها انها بدأت تعرفنا على الاماكن دي، الاماكن دي موجودة وموجود في كل المواقع اللي هي خاصة بتنشيط السياحة المصرية، في معلومة كاملة عن الموضوع ده وفي صور. احنا بقى عايزين ان احنا نروح عشان احنا اللي نروج لبلدنا. يعني احنا تمام، نصور نفسنا واحنا في بنزور المحميات دي ونعرضها هتنزل كل واحد على الفيسبوك على بتاعه، السوشيال على ميديا السوشيال عامة ميديا بتاعته. فيديو او صور، دي هتبقى اكبر دعاية اكبر لينا. تمام، دعاية. طب دي سميتوها ايه الحملة دي؟ احنا لسه يعني بنطلق 1 مليون صورة، 1 مليون صورة في محميات طبيعية او 1 مليون صورة في الاماكن الخاصه بالسياحه البيئيه. حلو. دي حاجه، دي في يعني انا بتكلم على طب اماكن قبل ما موجوده. ننتقل من هذه اتفضل. النقطه، المحميات دي ليها رسم دخول؟ ليها رسم دخول بيبقى بسيط جدا، يعني رسم دخول لمحميه وادي دجله ب5 جنيه، محميه الغابه المتحجره فري. تمام، وليها بوابه يعني بيبقى في اجراءات بس ان انا باخد البطاقه على البوابه بحيث ان ايه ابقى عارف مين اللي داخل جوه. طب انا ممكن تمام اقترح عليكم حاجه، 1 مليون صورة في محميات طبيعيه، لو عملتوا كمان مسابقه لافضل الصور اللي قدرت انها تبرز جمال اي محميه او بالظبط تعمل تكوين شامل ولامم، يعني على ما اعتقد ان ده هيكون محفز ايضا كمان، لان عندنا شباب كتير جدا من هواه التصوير يعني. تمام، ماني اللي الله موجود دلوقتي ده. شوف دي طبعا في منطقه ابو دباب، محميه ابو دباب في مرسى علم، دي السلحفاه الخضراء العملاقه. تمام، ايه ده، هي حجمها قد ايه؟ ده البني ادم دي جنبها حوالي صغير يعني 2 متر وشويه. تمام ماشي، دي طبعا المفروض في بلاد بره يعني الحاجات دي بنشوفها في اكواريوم. ماشي، دي في الغردقه، دي محميه جزيره الجفتون، دي طبعا طيور النورس بتبقى ايه بتتحرك مع يعني اي يخت او بتتحرك عند الجزيره. تمام، صديقة كده ماشي، لليخوت صديقة ماشية عادي يعني حلوة قوي. ممكن بيحدفوا لها اسماك او كده او هي بتنزل تصطاد اسماك بنفسها. تمام، دي مثلا دي منطقة النيزك في مرسى علم، منطقة بحيرة النيزك في مرسى علم. ماشي، دي طبعا حضرتك شايفة الشواطئ خالية تماما. تمام ماشي، يعني مثلا في مرسى علم دي جنة مليانة محميات. تمام، دي محمية تيران طبعا الجزء اللي هو موجود ناحية مصر. تمام، دي طبعا غنية جدا بالشعاب المرجانية والأسماك. تمام، طب دي برضو ممكن ناس كتير تقول أنا هروح في منطقة ممكن تكون ممنوع أن أنا أدخل فيها مثلا. لا، هي مصرح إن هي مصرحة برضو عشان الناس حتى تعرف لا 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 أن الأماكن دي سهلة أن احنا نروح لها. يخوت بتروح يعني لو رحت هتلاقي حضرتك اصطفاف يخوت موجود هناك ما شاء الله وبيتم النزول فيها عادي جدا. تمام،
في مثلا مرسى علم، في الشواطئ، الشواطئ زي مثلا محمية قلعان. زي محمية قلعان دي طبعا قبل حلايب وشلاتين ب 40 كيلو، بس دي جنة الله في الأرض، الله. يعني عبارة عن جزيرة، زي يعني شبه جزيرة كده، وخليج داخل المية وأشجار المنجروف. هو في فيديو ليها لو في استأذنهم فيديو اكيد يعرضوه، ليها هم اللي يعرضوه هي حالا. محمية قلعان. تمام، المحمية دي يعني طب احنا نتكلم عن دي قبل ما ننتقل. دي جزيرة تيران، شعاب عند جزيرة تيران. هي دي شعاب مرجانية. كل دي شعاب مرجانية. تمام، هي ماشي. الشعاب المرجانية ألوانها مختلفة، أنا ألوانها أعتقد مختلفة ملهاش طبعا، لون واحد. وعندنا في مصر يعني أماكن في مصر في البحر الأحمر غنية جدا بأنواع الشعاب المرجانية النادرة جدا. تمام، زي مثلا في دهب منطقة مشهورة جدا في الغوص اسمها البلو هول. المنطقة دي فيها شعاب مرجانية نادرة جدا، ومن أفضل مناطق الغوص على مستوى العالم. عندنا مثلا أرجع لمرسى علم تاني، عشان يعتبر مرسى علم دي أكبر مكان في البحر الأحمر غني بالشعاب المرجانية. وأرجع لحتة المعلومة دي تاني، المعلومة عند الناس يعني فين مرسى علم، يعني في ناس ما تعرفش فين مرسى علم. مرسى علم في ناس بتفتكر انها جنب مرسى مطروح او جوه شبه جزيره سيناء. نعم. تمام، لا، مرسى علم بعد الغردقه، قبل حلايب وشلاتين، في المنطقه دي من البحر الاحمر. المنطقه دي يعتبر خاليه من الزوار، احنا لما بنروح ما بنشوفش غير سياح اجانب، بس عارفين هم رايحين فين. يعني عندنا مثلا شاطئ حنكراب، الشاطئ ده يعتبر مصنف من أفضل 10 شواطئ على مستوى العالم، مصنف مركز ثالث أفضل شاطئ في الشرق الأوسط وفي إفريقيا عام 2018. تمام، حضرتك لو رحت الشاطئ ده هتلاقيه بدون زوار. تمام، يعني احنا ما نعرفش عنه شيء، شاطئ كبير جدا كبير. تمام، بس بدون زوار. محمية قلعان دي برضو بدون زوار. يعني في اماكن تانية في مرسى علم زي بحيره النيزك دي، فيها يعني تشكيلات صخريه رائعه زي ما حضرتك شفتي. تمام، بس اشجار المنجروف النادره طبعا هناك، يعني شجر كده في وسط المياه وفي وسط الجزر. وطبعا لو نزلنا بقى نتفرج على الدنيا من تحت المياه، زي هنشوف في عالم آخر. بيت للدولفين هناك في مرسى علم، بيت يعني في جزيرة هناك، جزيرة في وسط المياه، بيترحل لها برحلات سفاري بتستمر 2 أو 3 ساعات، بنشوف الدولفينز، وبيبقى ليه مواعيد معينة ان هو يطلع فيها. في مثلا في الدوجونج، حيوان الدوجونج او عروسه البحر، عروسه البحر ده او عجل البحر زي ما بيسموه بره. هم الدكتور حامد جوهر العالم الكبير اطلق عليها اسم عروسه البحر، عشان ده يعني هو المخلوق ده بيتنفس هواء، فلما بيطلع يتنفس هواء بيبان الجزء اللي فوق منه ومعاه ابنه شايله، فبيطلع ياخد نفس، هو زي يعني بيتنفس زي الحوت كده، بيطلع ياخد نفس وبينزل تاني تحت المياه. تمام، فالجزء اللي بيظهر منه ده بيبقى شبه الأنثى المنتقبة، فعشان كده أطلق عليه عروسة البحر. المخلوق ده موجود منه، معرض للانقراض طبعا، موجود منه 30 واحد في مرسى علم. تمام، ده يعتبر أكبر مروج للسياحة في مرسى علم. يعني لما بيعلنوا عن مرسى علم في دول اوروبا بيقول ميت ذا جاينت وصوره الدوجونج. تمام، في فيديوهات برضو ليها، يعني ممكن فيديوهات دي. منطقه ثري بولز في دهب، دي محميه برضو طبيعيه غنيه بالشعاب المرجانيه والاسماك. دي ده اعلى قمه جبل موسى سانت كاترين. تمام، دي تعتبر اكبر محميه طبيعيه في مصر طبعا، اللي هي محميه سانت كاترين. رائع. تمام، رائع. طبعا حضرتك لو طبعا الصور دي بتمري، قديمة بقى، لا الكلام ده لسه من سنة تقريبا، من يعني سنة لو حضرتك قبل مريتي كله الانغلاق. هتلاقي يعني ما شاء الله. عدد المصريين قليل جدا. تمام، مع ان المزارات دي مفتوحة للمصريين. ده شاطئ حنكراب اللي كان مصنف من افضل 10 شواطئ على مستوى العالم. تمام، ده في مرسى علم. طبعا حضرتك شايفة على مدى نظرك مفيش ناس. تمام، ماشي، للأسف. اوكي، ده الدجونج بقى او عروسه البحر. دي عروسه البحر.
ده كده بيطلع اللي هو بياخد طب بياخد احنا نفس. عندنا 30 عروسة بحر على مستوى العالم، هي كام؟ حضرتك بتقول هي على وشك على مستوى القرار يعني هو النوع ده موجود في الخليج العربي وموجود عندنا في البحر الأحمر، بس اللي تم رصده في البحر الأحمر 30 بس داخل القطر المصري. تمام. مم. بس في أنواع تانية نوع غير ده تم رصده طبعا كتير في استراليا وفي حتة تانية من العالم. تمام. بس ده يعتبر يعني ايه مروج للسياحة عندنا، يعني هو كده نازل هو بيعمل فيدنج بياكل. تمام. طبعا كل يعني الناس بتيجي عايزة تشوف الدجوج. احنا طبعا بيبقى لينا دور توعوي ان احنا ما نحاولش ان احنا نأذي المخلوق ده لما نيجي نشوفه، ما نبقاش واقفين فوق. يعني انا بعمل سنوركلينج مثلا ما بقاش واقف فوقه عشان عايز يطلع يتنفس، فما بيطلعش يتنفس طبعا، بيهرب. تمام. دي شلالات وادي الريان في الفيوم. الله تمام. الله. دي طبعا مرسى علم تاني، دي بقى محمية قلعين. تمام. حضرتك هتشوفي الفيديو، يعني دي اشجار المنجروف. هي تمام. دي وهناك برضو اشجار صاحبة المنجروف ظلال عريضة جدا. بالظبط. دي برضو محمية قلعين، يعني نمشي لحد هي مثلا دي مية؟ دي دي ميه. مية. ماشي. ما يتهيأ احنا انها بنمشي كأنها بقى أرض في صحراء ما هي عادي. زي جزيرة. تمام. أيوه أيوه ماشي. دي طبعا يعني مكان الواحد ممكن يتوه فيه من الجمال اللي فيه، يعني الفيديو طبعا غير الحقيقة سحر خالص. ده سحر برضو محمية طبيعي، قلعان. لان حضرتك لما تكون موجود في المكان ده تمام. مش هتسمع صوت غير صوت الطيور طبيعة. بس، صوت المية والطيور. حاجة رائعة. تمام. ماشي. في بداية المحمية دي طبعا يعني من أولها لأخرها كده جميلة جدا، يعني دي بداية يعني دخول المحمية دي، يعني المدخل بتاعها. لا تأخذ شيء إلا الصور، لا تترك شيء إلا الذكريات، لا تقتل شيء إلا الوقت. حلو تمام. الشعر ده أوي. ماشي. ده الشعر اللي مكتوب على المحمية. تمام. عشان طبعا هي غنية جوه بالأحياء المائية، يعني ممكن نلاقي القواقع اللي هي الكبيرة اللي بنستخدمها كطفايات هنا مثلا جواها مخلوق. تمام. هي ال ال فاللي هو ال ما ناخدش الحاجة دي عشان عشان انت كده بتعمل خلل في التوازن البيئي. تمام. ماشي. دي طبعا اول ما نخش المحمية بنمشي على الارض اللي هي يعني المية دي بنمشي عليها عادي، المية اخرها بتوصل للركب، يعني لحد ما أقصى نوصل حاجة لشجرة يعني. المنجروف اللي هي جوه دي. طبعا دي الاشجار المنجروف دي نادرة جدا. تمام. ليها استخدامات طبية ولا حاجة يا فندم؟ والله ما عنديش فكرة، بس انا اعرف ان الدولة عاملة مشروع ضخم لزراعة اشجار المنجروف في مرسى علم. تمام. في منطقة برانيس وكده في مرسى علم ده، يعني عندي معلومة كده. تمام. رائع. دي هناك في هنا حاجة زي بعد عشش إقامة دي لا مش إقامة، يعني ولا قاعدة استضافة فقط؟ استضافة. نعم. دي بعد أشجار المنجروف دي بيبدأ البحر على فكرة، يعني نعم. دي مثلا الجزء اللي جوه أشجار المنجروف ده بعديه بحر، يعني بعديه بحر، البحر الأبيض بقى، البحر الأحمر. البحر الأحمر. احنا لسه في مرسى احنا علم. مرسى علم، تمام. معلش انا دوت ماشي. مع حضرتك. ماشي. دي طبعا زي ما حضرتك شفتي بدون زوار، دي منطقة اللايت هاوس في دهب، غنية جدا بالشعاب المرجانية والأسماك الملونة. تمام. دي السمكة نيمو طبعا، لو يعني اللي هي سمكة البلياتشو أو المشهورة بالسمكة نيمو. جميلة. تمام. قوي. ماشي. دي الله. البحيرة المسحورة في الفيوم، دي محمية تبع محمية وادي الريان المناظر طبعا. دي في الفيوم. ده دي في الله. الفيوم طبعا، البحيرة المسحورة. البحيرة المسحورة دي عاملة زي المراية، يعني هي سموها البحيرة المسحورة عشان بتدي ألوان حسب درجة سطوع الشمس، ممكن فضي، ممكن لبني، ممكن أزرق على حسب درجة سطوع الشمس، والرملة طبعا بيضة. فاللي هي طب في استشفاء من أمراض معينة في المنطقة دي؟ لا دي ممكن بقى في واحة سيوة، في يعني سيوة. تمام. ماشي. دي ايه الجمال ده؟ ايه سمكة ده؟ الديك أو سمكة الأسد، دي اللاين فيش، دي موجودة في مرسى علم برضو، منتشرة في كل المناطق اللي فيها شعاب مرجانية. تمام. جميلة أوي. ماشي. الاستشفاء ده هنخش بقى في محمية واحة سيوة. تمام. تمام. ماشي. حلو أوي.
دي طبعا كل الشعاب المرجانيه دي في مرسى علم. ايه ده، ايه صغير، سمك صغير جدا. شوف يا دي دكتور، ودي سمكه الفوق دي يعني اي حد بيقرب منها بتتنفخ لو في مصدر خطر. احنا طبعا كغواصين بننزل، وحضرتك عارف كل نوع من الانواع دي بالظبط. في ناس يعني خبراء اكتر مني او اكتر من اللي مصور الحاجات دي. دكتور احمد شوقي ده تلميذ دكتور حامد جوهر، تمام. ده دي طبعا يعني هو يعني تصويره الحاجات دي، وهو يعني هو برضو اللي مصور الفيديو ده، تمام ماشي. دي طبعا بنرصد الشعاب المرجانيه. طبعا في زي رصد الشعاب المرجانيه والاسماك اللي هي دي محميه وادي دجله بقى اللي في المعادي. دي في المعادي، لا يمكن كنا نعرف الحكايه دي خالص. ده اخر جزء في المحميه. طبعا الاحواض اللي حضرتك شايفاها دي لما النطرة بتنطر بتعمل زي بحيرات كده صغيره. وطبعا الدوله عملت زي سدود كده في منطقه المحميه دي، كل ما النطرة تنطر بيبقى فيه زي بحيره في المحميه، بيبقى منظرها طبعا رائع جدا جدا. تمام، ايه ده تمام. كل دي طبعا ايه تشكيلات صخريه او نهايه الكانيون او يعتبر الوادي، يعني الوادي مضيق بين جبلين، يعني طريق بين جبلين، تمام. ده بيقعد يضيق الوادي. طبعا دي انواع من النباتات نادره جدا، تمام. بتنمو يعني من داخل الصخر نفسه، تمام. طبعا بعد النطره طبعا مش عايز اقول لحضرتك على المنظر هناك، حاجه تانية خالص. يعني زي بحيره كده في وسط الحاجات دي، يعني فيوهات جميله جدا يعني. ايه ده، تمام؟ ايه ده، الحاجات البديعه دي عندنا. ما انا بقول لحضرتك احنا ما نعرفش غير الاسكندريه، مرسى مطروح، شرم الشيخ، الغردقه، او طبعا الاثار والاهرامات والحاجات طبعا كل الحاجات احنا عندنا دي. تنوع بيولوجي رهيب في مصر، تنوع بيئي يعني ممتاز. يعني احنا في كل حته في مصر في محميه طبيعيه. ده الطريق لمرسى علم، يعني ده الطريق طريق البحر الاحمر لمرسى علم، شجر وميه. بالنسبه لشبكه الطرق بقى يا فندم، اللي ممكن توصل لمناطق بعيده زي دي، على ما اعتقد ان في منها كتير يعني اتعالجت. بصي يا حضرتك، يعني ايه هو تقريبا في كل حته يعني بنروحها بنحس ان في تغيير. نعم. يعني بنحس ان الدوله حاطه ايديها في الحته دي، بنغير يعني يعني لو رايحين مثلا لو رايحين غردقه او البحر الاحمر لازم نعدي على الجلاله، تمام. يعني دي مدينه جوه الجبل. يعني احنا لما كنا بنعدي عليها او اما بنمشي مثلا في الشواطئ دي واحنا ماشيين الدنيا فاضيه، ما فيش اماكن سياحيه، ما فيش يعني او ما كانش فيه اهتمام. دلوقتي بدا يبقى فيه ان الدوله بتحط ايديها على يعني اللي هم بيحققوا حلم حياتنا، ان في مدينه كامله اتبنت في وسط الجبل، تمام. في تلفريك اتبنى في مدينه الجلاله، اكبر تلفريك بعد التلفريك اللي في عين السخنه. في تلفريك في العين السخنه بس محدش يعرف ان في تلفريك. ايه ده، ما هو انا ما نعرفش والله. في تلفريك، تمام. ده قائم وشغال، قائم وشغال بقاله قد ايه؟ طيب يعني ده بقاله سنين كمان. وبيطلع الجبل وتشوف الفيو من فوق التلفريك كده، البحر والجبل. لا ايه ده، احنا مقصرين جدا في حق السياحه عندنا في مصر. ده بقى دي بقى الحمله اللي احنا بنطلقها. مليون واحد بس من 100 مليون عايزين الناس دي تزور الاماكن. يعني في مثلا يعني في الواحات، الواحات دي طبعا احنا بنحب الناس تاخد المعلومه كامله، ان انت يعني ايه واحه الاول. انا رايح واحه سيوه، انا رايح الواحات البحريه، الفرافره، كل الكلام، كل الاماكن. زي واحه الفرافره مثلا فيها مكان الصحراء البيضاء. الصحراء البيضاء دي مصنفه من اروع 10 اماكن على مستوى العالم، او من اغرب 10 اماكن على مستوى العالم، تمام. واخد ده تصنيف المركز الثاني، تمام. الله اكبر، ماشي. اما برضو الاماكن دي برضو الزوار فيها قليلين جدا. ليه؟ طبيعه الصحراء او الجبل بيبقى فيه رحلات سفاري بتتعمل للاماكن دي، تمام. الواحه دي عامله يعني تعرفها زي جزيره في وسط البحر. الواحه دي زي مكان اخضر فيه ميه في وسط الصحراء، تمام.
طبعا احنا لو قعدنا نتكلم عن واحة سيوة او الواحات البحرية او المناطق دي هنقعد من النهاردة لبكرة، الكلام مش هيخلص. تمام، لا لا، والصور كمان مش هتخلص. تمام. يعني انا حاسة ان انا عايزة اتفرج على الحاجات دي، انا مسحورة يعني. في حاجات بزيادة، بس ايه، انا بقول لحضرتك محتاجين اوقات كتير 30 محمية طبيعية في مصر. احنا لو قعدنا نتكلم في محمية محمية هنطلع حاجات جميلة جدا. في جنوب سيناء مثلا احنا عندنا محمية يعني تشبه محمية قلعان كده في جنب شرم الشيخ، محمية نبأ. المحمية دي يعني بينها وبين شرم الشيخ، آخر شرم الشيخ احنا كده بقينا في محمية نبأ على خليج العقبة. تمام، المحمية دي برضو بدون زوار. تمام، المحمية دي كوبي بيست كده من محمية قلعان، زي كده أشجار منجروف وسط المية وكده. تمام، اللي بيروح شرم الشيخ حاول تطلع رحلة سفاري في نبأ، في صحيح. مناظر بديعة وجميلة جدا هناك. يعني محمية راس محمد، محمية راس محمد دي ادي مشهورة معروف. مشهورة، مشهور. بس هل نعرف معلومات عنها؟ هل نعرف ان دي المحمية دي يعني ايه المكان بتاع الالتقاء خليج السويس بخليج العقبة، المكان المثلث ده في مخلوقات نادرة جدا بحرية، في شعاب مرجانية نادرة جدا، عشان ده مكان التقاء بحر، يعني تيار بحر بيتفرع على خليج السويس وخليج العقبة. نعم. فايه، فالمكان دون المثلث دون فيه حاجات مش موجودة في اي حتة في العالم. بخصوصية مختلفة تمام، جدا. نعم. في جوه سيناء برضو محمية كاترين اللي هي يعتبر اكبر محمية في مصر، المحمية دي فيها اماكن او مزارات دينية برضو مش موجودة في اي حتة في العالم. نعم. تمام، زي مثلا جبل موسى، زي شجرة العلاقة، الشجرة اللي هي توهجت من نور الله لما ربنا تجلى على على جبل. سيدنا موسى. الله فالشجرة أكبر. دي توهجت، هي شجرة واحدة هي بس. شجرة واحدة موجودة داخل الوادي المقدس في سانت كاترين، داخل دير سانت كاترين ده المكان ده بقى ومحمودة. له قدسية دينية وروحانية وطبيعية، تمام، يعني من النادر إن يكون زي المكان ده في أي بقعة على الأرض بالظبط. يعني. ماشي، فبرضو ده جوه سيناء، مش جبل موسى بس اللي هو جوه سيناء، اللي ممكن اللي جوه محمية سانت كاترين اللي ممكن يزار فيه مزارات كتير جوه سانت كاترين. لو مشينا شوية فيه هنخش بقى في محمية طابا. محمية طابا دي فيها وديان ملونة، ماشي، وادي ملون، صخر ملون، في مكان في أمريكا زيه المكان ده وده بس. تمام، يعني في نويبع، زي مناطق زي وادي الوشواش، في دهب محمية البلو هول. محمية البلو هول دي يعني قالوا ان في نيزك في الأزمنة السحيقة نزل في المكان ده، طبعا في عمل زي حفرة. حفرة دي عمقها 130 متر تقريبا. تمام، فبقى مزار دلوقتي، مزار للغواصين والهواة السنوركلينج، ونشوف الأسماك والشعاب المرجانية والكلام ده. تمام، في محمية أبو جالوم طبعا اللي هي واخدة من دهب لحد نويبع، دي مساحتها كبيرة جدا، دي فيها طبعا تنوع بيولوجي، طيور وشعاب مرجانية وأسماك، فيها برضو حاجات نادرة جدا. تمام، ماشي، فوزارة البيئة إن شاء الله يعني عليها دور بدأت. كبير، ويمكن حتى كمان سيادة الرئيس أطلق حملة لوزارة البيئة اسمها اتحضر للأخضر. للأخضر، وعلى ما أعتقد إن الحملة دي ده منبثقة منها اللي هي اللي أطلقتها وكمان وزارة وزارة البيئة. الزراعة هي مشاركة، لأن ده بروتوكول يعني ثنائي ما بين البيئة والزراعة. تمام، فيعني هنا بقى نتكلم بقى شوية عن المنح الأخضر في هذا النمط السياحي، تمام. السياحة البيئية. هنا بقى إيه اللي ممكن يكون هيتعمل في هذه الحملة؟ تمام، احنا الناس اللي هي مختصة بالسياحة البيئية عامة، زي موضوع الحملة اللي منبثقة منها اللي هي ايكو ايجيبت، اللي هي بدأت من أول الشهر، اللي هي بنبدأ نعرف الناس بالمحميات الطبيعية. نعم. تمام، اللي هي 30 محمية اللي احنا قلنا عليهم. تمام، احنا قلنا طبعا زي الواحات دي، الواحة حاجة فيها مية وخضرة وسط الصحراء. نعم. يعني مثلا عندنا ممكن أشجار احنا ندرك السياحة الريفية تحت هذه الحملة،
يعني هل ممكن احنا يعني نكون مشاركين؟ يعني طبعا هي وزارة الزراعة مشاركة، لكن النظر للريف والمناطق الريفية هتدخل برضو في المجال ده؟ لا هو يعني هو مثلا في سيوة يعني مثلا شوفي بلد الكام نخلة، تمام؟ يعني دي سيوة دي مختصة بال يعني السياحة البيئية كلها في سيوة، نعم. وسياحة علاجية طبعا في سيوة، تمام؟ بس شوف في كام نخلة، يعني اللي هو الناس بتروح بتلاقي في سيوة، يعني ان انا اعمل بلح بكذا طريقة، يعني بلح ميلك تشيك بلح، يعني حاجات بقى اختراع اهل احنا سيوة يعني من متصدرين، احنا واخدين المرتبة الاولى في انتاج التمور، وان شاء الله تمام نكون المرتبة الاولى في تصدير التمور، تمام لان الانتاج طبعا غير التصدير. تمام يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا، عفوا فندم، الحملات اللي حضرتك قلتها دي رائعة، واحنا بدورنا هنشتغل على ان احنا يعني مع طبعا يعني وزاره السياحه ووزاره البيئه ان احنا نعمق هذه الحملات وننشرها بشكل كبير. بشكرك استاذ احمد رفعت المتخصص في السياحه البيئيه، شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم وشرفتنا. انتظرونا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ان شاء الله هننتقل لملف اخر وهو التعليم عن بعد في زمن الكورونا. ضيفتنا هي الدكتوره منى محمود عبد اللطيف ابو بكر، عضو المجلس القومي للمرأة، وأيضا دكتوراه في فلسفة التربية جامعة كوبلنز بألمانيا. دقائق وراجعين لحضراتكم.